يبدو أنه مشكلة هذا التوتر في العلاقات هو بسبب الصحراء الغربية. يعني المغرب مثلا تقول لك نحن ندافع عن مغربية الصحراء، وهذا ربما ما جعل ربما هذا التوتر الحاصل بين البلدين. فلماذا ربما أستاذ نور الدين الجزائر مصرة إصرارا على تبني ملف الصحراء الغربية الذي سبب كل هذا التوتر بين البلدين؟ نعم، طيب سجلت السؤال حتى لا أنسى. طيب، أولا لأنه المشكلة نحن الموجودة عند مصر، نتحدث وندور ونرجع لهذا الملف، ويبدو أن جميع نعم الملفات مترابطة بهذا الملف فقط. تفضل. نعم سيد الكريم، أصحح معلومة للأخ مصطفى أنه الذي أدرج ملف الصحراء الغربية على طاولة اللجنة الرابعة لم تكن المغرب بل كانت إسبانيا، وهذا باعتراف الأمم المتحدة أنه الذي سلم ملف ما كان يسمى وقتها بالصحراء الإسبانية للأمين العام للأمم المتحدة، ليس ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة لكنه ممثل إسبانيا لدى الأمم المتحدة، يعني هذا صحيح. إذن الذي سلم الملف هو إسبانيا وليست المغرب. بالنسبة لوجود 30 قنصلية واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يعني لو وجدت 100 قنصلية فالقضية هي قضية سواء حق أو باطل، يعني إن كانت هي حق فهي حق سواء وجد 30 أو 100 قنصلية، وإن كانت قضية باطلة فهي باطلة سواء وجد 30 أو 100 قنصلية. يعني القضية لماذا أنت تحديدا والنظام الجزائري هو الذي يتحدث عن هذه القضية؟ لماذا طيب، يتحدث هو لم يقاطعك يا أستاذ مصطفى، هو لم يقاطعك وأنا سألته السؤال، أنا سألته هو سيجيب، هو لم يقاطعك، أرجوك لحظة. تفضل تفضل نور الدين. شيء آخر، الأخ الفاضل مصطفى قال أنه المغرب أغلق الملف، قال أغلق ملف الصحراء الغربية، هذا يعني يدفعنا للتساؤل، يعني إن كان المغرب أغلق الملف فلماذا يصر ملك المغرب الحسن الثاني على آسف رحمه الله، بل أقصد محمد السادس، لماذا يصر ملك المغرب محمد السادس على الحكم الذاتي؟ الحكم الذاتي في مقابل ماذا؟ لماذا أقترح أن الحكم الذاتي في مقابل ماذا؟ في مقابل الاستفتاء. يعني كيف نقول أن الملف أغلق والملك المغربي إلى الآن ما زال يتكلم عن الحكم الذاتي؟ الحكم الذاتي يعني في مقابل ماذا؟ في مقابل الاستفتاء. يعني تخلوا عن فكرة الاستفتاء لصالح فكرة أخرى وهي فكرة الحكم الذاتي. شيء آخر، لما تكلم عن إسبانيا وحكومة سانشيز، حكومة سانشيز لم تعترف بمغربة الصحراء، هي ماذا قالت؟ هي قالت أنها تدعم مقترح الحكم الذاتي وأنه تراه مقترح عقلاني، لكن هذا لا يعني أنها تدعم، يعني حتى طيب مقترح الحكم الذاتي في مقابل ماذا؟ في مقابل الاستفتاء الذي كان مفروض أن ترعاه إسبانيا على اعتبار أنها القوة المديرة للمنطقة. هذا سيد الكريم، نحن عندما نتكلم يعني وجب وضع نقاط على الحروف. أيضا تكلم عن الدكتاتورية العسكرية يا سيد الكريم، وبعدها تقول أنه بعض المماليك دعموا المغرب. يا سيد الفاضل، الدكتاتورية هي معناها هي الحكم المطلق، فإن كانت الأنظمة العسكرية على فرض أنها أنظمة عسكرية دكتاتورية، فمن باب أولى المماليك أكثر دكتاتورية، لأنه مثلا إحنا في الجزائر لدينا الحق في انتقاد رئيس الجمهورية، ولدينا الحق في انتقاد وزير الدفاع، ولدينا الحق في انتقاد مدير المخابرات، أنت ليس لديك الحق في انتقاد الملك. لهذا سيد الكريم، أنت وتكلم يعني تعمل في جملة واحدة الأنظمة العسكرية والديكتاتورية والأنظمة الملكية، فهي جملة غير مفيدة، لأنه الأنظمة الملكية هي أكثر ديكتاتورية من الأنظمة العسكرية، على فرض أنه النظام الجزائري نظام عسكري، وأنا لا أدخل يعني في التفاصيل، لكن على فرض أنه نظام عسكري، فالجزائر أكيد أنها أكثر ديمقراطية، وأكبر دليل أنه تغير الأنظمة عدة مرات، تغير قادة الأركان، وأيضا نحن في الجزائر بإمكاننا أن ننتقد قرارات قائد الأركان، بإمكاننا أن ننتقد قرارات رئيس الجمهورية، بينما عندكم في المغرب لا يمكن أن تنتقدوا قرارات الملك. لهذا السيد الكريم، فإن هي ديكتاتورية. بالرجوع إلى القضية، السؤال يعني لماذا الجزائر مصرة؟ يعني هذا السؤال
كان من طرف الأستاذ سامي والأستاذ مصطفى. لماذا الجزائر مسلة؟ سيد الكريم حسام الجزائر أستاذ حسام صحيح. الجزائر منذ الاستقلال كانت دائما تدعو إلى حل سلمي في القضية الصحراوية، كانت دائما تدعو إلى احترام الشرعية الدولية في القضية الصحراوية. ثم سيد الكريم الجزائر ليست مصرة، الجزائر ترفض منطق كامل متكامل، لأنه المنطق الذي يقول أنه الصحراء الغربية تابعة للمغرب هو نفس المنطق الذي يريد اقتطاع أجزاء من الجزائر لصالح المغرب، هو نفس المنطق التوسعي. الجزائر ضد كل الفكر ضد كل الفكر التوسعي الذي يحمله المخزن المغربي، سواء توسع على حساب الصحراء الغربية أو توسع على حساب موريتانيا أو حساب الجزائر أو حساب مالي. لهذا سيد الكريم الجزائر ترفض رفضا قاطعا الفكر التوسعي. لكن فقط توضيح، أليس هذا تدخل ربما في مسألة حساسة جدا تثير نزاعات وتثير ربما هذه الفتنة الموجودة بين البلدين؟ يعني هذا الإصرار على هذا الملف يا أخي هو موجود لدى الأمم المتحدة، الملف فليبقى عند الأمم المتحدة والجزائر تكون محايدة مع هذا الملف، لماذا لا يكون هذا التمشي؟ نعم وهذا هو يعني الجزائر أيضا محايدة. نعم لحظة سيد الكريم، الجزائر محايدة بدليل أنها تدعم الاستفتاء. الجزائر لا تدعو الاستقلال الصحراء الغربية، يعني تدعو الاستفتاء والذي اختاره الشعب الصحراوي مرحبا طيب. به أراد الاستقلال مرحبا، أراد الانضمام للمملكة المغربية مرحبا، أراد حكم ذاتي مرحبا. الجزائر يعني لا تريد أن تفرض رأيها على الشعب الصحراوي، بل تريد أن يقرر الشعب الصحراوي مصيره.